السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اللي اتفرج على الفيديوهين اللي فاتوا يكون استفاد. فالنهاردة هنشوف حاجة جديدة، فايه رأيكم؟ مجهزين؟ يلا بينا نقول بسم الله توكلنا على الله. طبعا هنا انا لما بتكلم على الفيلمورا، طبعا الفيلمورا في مميزات كتير جدا وكمان في امكانيات عالية جدا. الامكانيات دي بتقول ان انا ممكن اعمل فيديو صح الصح يعني. فنيجي نقول ان انا مثلا هنبتدي النهاردة نكمل على الفيديو اللي فات، ان انا خلاص احنا عرفنا كده الميديا والاوديو والتايتل والترانزيشن والافكت والاليمنتس والامبورت والريكورد. لا لسه الريكورد ما عملناهوش الامبورت، فبقول له تعالى امبورت ميديا فايلز. زي ما قلت لكم لازم نكون مجهز كل حاجتي مسبقا. تمام، النهاردة هنتكلم على ان انا عايز اعمل زوم على منطقة معينة في الفيديو بتاعي. فهنختار، عندنا ثلاث فيديوهات هنختار منهم وحاول اوبن. وطبعا هنا يطلع لي ايه اللي هي فور فاستر ايديتنج، يعني هو دلوقتي ايه عشان البرفورمانس بتاع السيتنجز يعني قليل بحيث انك تشتغل بسرعه. لا هقول له لا مش عايز. وبعدين هقول لي ايه فور فاستر ايديتنج، لا مش عايز برضو، لا مش عايز. تمام، وهبتدي اشتغل على الفيديو الاولاني اللي هو مثلا ايه بتاع القطار، وهاخده انزله على التايم لاين بتاعي. هنا بتطلع رسالة تانية بيقول لي the resolution or frame rate for of the media does not match. هقول له ايه؟ تمام match media. تمام match media عشان يجيبها لي ايه full screen. في عندي تايم لاين دوت، في عندي صورة لمترو مع صوت. خلينا نسمع كده. انا عايز اشيل الصوت ده دلوقتي، مش عايزه دلوقتي لان هو دلوقتي مش هيخدمني في حاجه. فبعمل ايه؟ بعمل رايت كليك على الفيديو نفسه وبعدين بقول له ديتكت اوديو. فايه اللي حصل؟ الاوديو راح لوحده في مكان تاني وفضل عندي بس الفيديو. هعمل ميوت للصوت. خلينا نشوف كده من غير صوت. كده عندي حصل ايه؟ مفيش صوت. ليه؟ لان انا ممكن استخدم الصوت ده في حاجه تانية. يعني انا مش عايز صوت القطار ده، انا عايز احط مثلا سلو ميوزك، عايز احط حاجه معبره عن القصه اللي انا بعملها. وفي نفس الوقت نيجي لحته الزوم اللي اتكلمنا فيها الاول. انا عايز اعمل زوم على منطقه معينه في الفيديو. فاللي بيحصل كالاتي، ان انا باجي مثلا عند الثانيه 8 مثلا، بوقف الكورسر عليها وبعدين بعمل كات. فانا كده عملت كات عند ايه؟ ثانيه 8. مشيت ثانيتين ثلاثه كمان، رحت قايل له اعمل لي كات. فانا كده عندي بقى ثلاث اجزاء للفيديو. فباخد الجزء اللي انا استهدفته، بعدين بخش على زي ما قلنا الادوات اللي تحت اللي هي فيها التراش كان وفيها المقص وفيها كروب وفيها التايم وفيها الكالرز. تمام، فهقول له هنا تعالى انا الجزء دوت انا عايز اعمل عليه زوم. فبدوس على كروب، فبيطلع لي شاشه ثانيه خالص. الشاشه الثانيه ديت دي اللي هقدر اعمل من عليها الزوم للمنطقه. مثلا انا عايز الجزء ده، فقلت له ايه ان هو انا حددت المساحه ديت، وبعدين بقول له اوكي. بعدين باجي برجع بالفيديو تاني سنه وبعدين بقول له بلاي. شفتوا اللي حصل؟ نرجع نعيدها تاني. طبعا عشان ارجع في الخطوه تاني برجع اندو او كنترول زد، وبعدين برجع على الثانيه 8 تاني، وبعدين اعمل كات، وبعدين امشي كمان سنه حسب المسافه اللي انا عايزها، وبعدين اعمل كات، وبعدين اختار الاريا اللي انا هشتغل عليها، وبعدين اقول له كروب، واقول له ايه؟ اعمل لي كروب هنا كده.
واقول له ايه اوكي. شفت ايه اللي حصل هنا؟ نرجع تاني نمشي بالفيديو سلسلنا كده. هقول له تعالى حصل ايه؟ زوم على المكان ده. طبعا ده في حاله ما انا عايز اظهر جزء من اجزاء شغلي تمام بشكل مميز، ان انا عايز ايه اعمل فوكس على المنطقه ديت، ان يا اخواننا لاحظوا المنطقه ديت تمام. دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا المفروض اعرفها في المورا. ليه؟ لانها بتساعدني دايما ان انا لو في حاجه معينه وحاجه مهمه عايز اظهرها تمام، فبعمل كات من ناحيتين وبعدين بخش اعمل زوم عليها عن طريق كروب، وبعد كده ببتدي ان انا اتعامل معاها. خلاص اوكي عجبني كده تمام، لا ما عجبنيش تمام، مش عجبني، عايز شويه كده الصوره مبكسله، عايز ارجع تاني اعمل كنترول زد كنترول زد كنترول زد، برجع تاني مش عاجبني الوضع، بقول له لا تعالى انا عايز ايه الزوم يكون اقل من كده، وبعدين بقول له كروب، وبعدين برجع على الزوم كانسل سوري، بقول له تعالى كروب. كروب معناها اقتصاص، فهرجع تاني اقول له لا انا عايز بس ايه ان انا اعمل فوكس هنا كده اوكي، بقول له اوكي هنا مقبوله الصوره نوعا ما عندي، فبقول له اوكي امين انا ما عنديش مشكله كده، خلاص انا كده عملت فوكس للمنطقه اللي انا عايزها. في مشكله كده في الموضوع؟ مفيش مشاكل اعتقد يعني. ودي من ضمن الحاجات السهله والسلسه واللذيذه والجميله. ولو يعني برضو لو في اي استفسار علقولي، قولوا لي احنا عايزين نعرف كذا، اهم من كذا، عايزين نعرف كذا، الحاجه اللي تساعدكم وبسرعه تمام. ويا رب اكون فدتكم النهارده، يعني حاجه بسيطه سريعه بس اعتقد انها ممكن تكون مفيده ومهمه لكم جدا. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.